file Cyborg. اوكي طيب هنشوف الماتيريال اللي عندي. طبعا انا ضامم الماتيريالز اللي انا مستخدمها هنا في فايل واحد في بي اس دي واحده. طيب ده الشخصيه اللي انا هشتغل عليها. طيب اولا انا عندي الشخص ده انا هقصه، فانا اوريدي قصه هنا اوكي وعامله سمارت اوبجكت. تعال نخليه هنا اوكي. انا بالنسبه لي انا مش محتاج ده دلوقتي. هاخد بس منه اللون بتاع الارضيه بتاعتي، يعني انا ممكن اجي اللون ده مثلا، ممكن اجي مثلا اختار اللون ده واعمله في الارضيه بتاعتي، وممكن اجي اخد اللون ده مثلا ممكن اعمله في لاير تانية، وممكن اخد اخر لون واعمله في لاير تانية لوحدها اللي هي دي اوكي. خلينا نداري دي دلوقتي. طيب اول حاجة طبعا انا بالنسبة لي ديت هبدأ امسح فيها من الاطراف بتاعتها، ممكن نخش على بعدها امسح طبعا الاطراف خالص، هخلي بس الجزء اللي في النص بتاعي بالشكل ده. طيب هديها برضو شوية بلير علشان ايه ما يبقاش فيه مشاكل في الموضوع عندي شوية. وهنا برضو نفس الكلام. ممكن اعمل واحدة تانية افتح بكتير من دول. نخليها في النص. طيب انا هقلب في ديت شويه لحد ما اوصل للمرحله اللي انا عايزها. طيب خلينا في المرحله ديت وممكن نعمل لها جاوزن بلير. بالشكل ده مثلا اوكي. طيب ببدأ بعد كده اشوف الايتمز اللي عندي. طبعا انا ديت انا مش محتاجها خلاص، انا اخدت منها لون الارضيه، ممكن امسحها وممكن اخليها في الجزء اللي تحت. خلينا ديت خليها باك جراوند. طيب بعد كده بشوف الماتيريال بقى اللي عندي. طبعا كل دي حاجات هبدأ اوظفها في الشكل بتاعي. ده خلاص انا مش محتاجه، ممكن اخد ديت كده زي ما هي واخليها حوالين الشخص بتاعي وانا بشتغل. طيب اول حاجة طبعا انا هحتاج ان انا افتح دي، طبعا فيها ماتيريالز كتير قوي. هبدأ اداري واحدة واحدة الحاجات اللي انا مش هحتاجها. اوكي طيب اول حاجة طبعا انا هاخد دي طلعها بره الجروب. اوكي انا اوريدي خليتها لون مثلا اخضر. هنلفها مثلا بالشكل ده. وطبعا النسبة بتاعت الايد، يعني انا لو انا هستخدم الايد بتاعتي وهركبها بشكل معين لازم طبعا الطول بتاع الدراع نفسه يعني من هنا لهنا هو نفس المقاس من هنا لهنا، فانا كده لازم اكون واصل مثلا للحتة دي.
بالشكل ده مثلا، ممكن تبقى كده مثلا. اوكي انتر، وهبدأ طبعا اعمل اشتغل في الدراع شوية، هبدأ طبعا امسح الاجزاء اللي انا مش محتاجها، الجزء مثلا ده كله كده انا مش محتاجه ممكن اشيله. كل ده انا هشيله طبعا، كوماند شيفت وانتر، بعد كده بفرشة بشيل الجزء اللي انا مش محتاجه. اوكي طبعا انا بالنسبة لي هفصل برضو الجزء ده، يعني انا محتاج ممكن اخد واحد تاني من ده. اوكي وهفصل الايد بس لوحدها وانا مكبر شوية علشان ما تبكسلش مني، لان انا كده كده ده هقصه فهيبكسل مني، فانا احتاج ان انا اقصه بطريقة كويسة وعلى حجم كبير. يعني ممكن مثلا افصل الجزء ده كله كده، بالشكل ده اعمل منها كوبي واحولها سمارت اوبجكت. واصغرها بالشكل بقى اللي يناسبني انا. طيب انا عندي الجزء اللي تحت ده خلاص انا مش محتاجه، انا مش محتاج دي، همسحها وهبدأ اصغر الايد شوية وامسح الجزء اللي تحت اللي انا مش محتاجه برضو. يعني انا كل ده انا مش محتاجه، تعالوا نرجع تاني في الحتة دي. اوكي تعالوا برضو نصغر دي سنة. طبعا بالنسبة للإيد التانية لازم تبقى نفس المقاس برضو. الشكل ده مثلا، وعندي برضو الجزء ده هزوده تاني بالطريقة دي. اوكي طبعا لو عندي شوية دفوهات هنا عايز اظبطها مفيش اي مشكلة، بعمل ماسك وببدأ امسحها. كده مثلا تمام. طيب بنشوف بس الايد كده نحاول نظبطها لحد ما نحس ان هي راكبة سنة عليها. طبعا لو عندي مشكلة في دي ممكن اظبطها شوية بالسكيو. طيب خلينا ممكن ننزلها سنة بسيطة تحت كده مثلا، ممكن نظبط دي سنة بسيطة. اوكي وطبعا يعني هي دي كده لازم تصغر سنة كمان، لو هنصغر فيها محتاجة انها تصغر سنة بحيث ان انا عايز اعمل تداخل بينها وبين الايد نفسها. طبعا لازم النسبة نفسها تبقى مظبوطة بحيث ان انا ما يبقاش عندي مشكلة في الشكل بتاعي. طيب خلينا بعد كده ممكن نعمل لدية شادو، انر شادو. اشتركوا
شكل ده مثلا، ونغمقها سنة. طبعا انا عندي الجزء ده هقعد اظبط فيه لحد ما يبقى باين ان هو داخل في الايد نفسها. تعال نشوف برضو لو عملنا ده هيبقى عامل ازاي بالشكل ده مثلا. طبعا الحاجات دي كلها انت متحكم فيها، انت اللي بتخففها وانت اللي بتقلها وانت اللي بتشتغل فيها براحتك. اوكي طبعا انا بالنسبة لي هبدأ افصل دول، create layers، وهمسح الاجزاء اللي انا مش محتاجها خالص. كل ده انا بالنسبة لي مش محتاجه. نفس الكلام بالنسبة لهنا. طيب انا عندي بس الحتة ديت بارزة سنة، فانا هحتاج ان انا اخش اعمل لها ليكوفاي. عايز ازق بس الاجزاء دي شوية. تعال نشوف كده. طبعا انا بشتغل عليها تاني برضه. تمام عندي برضو مشاكل هنا مثلا ولا حاجة، انا ممكن امسح ديت خالص. تمام يعني انا كده ممكن الدراع نفسه بالنسبة لي راكب شوية مظبوط. طيب طبعا بعد كده انا بشوف ديت كجروب كده، بعمله كجروب واعمل له لاير تانية فوقيه. ممكن اديله تون غامق شوية، ممكن تون زي ده مثلا. وامسحهم الاجزاء اللي انا مش محتاجها، يعني انا مثلا عندي هنا الضوء بتاعي منور قوي، همسحه طبعا من الاجزاء دي. اوكي ممكن برضو اضيف عليه ضوء تاني، الدرجة الابيض بتاعتي برضو انوره شوية من الاطراف بتاعته. طبعا الكلام ده كله في التقفيل بتاعي، بس انا بعمله بالمرة علشان يعني ممكن معرفش ارجع له تاني. تمام طيب انا كده ممكن اكون عديت مرحلة لطيفة. تعالوا بس يعني ممكن نظبطها برضو اكتر سنة، يعني انا ممكن اخدها كده اميلها سنة بسيطة. نشوف كده كده احسن شوية. تمام طيب ماشي. طيب خلينا نبدأ نشوف ماتيريالز تانية عندنا، يعني أنا ممكن أعمل ديت جروب ونخليها مثلا أورانج ونسميها هاند. أوكي هنبدأ نظهر تاني الحاجات اللي احنا عايزينها. طيب ممكن نستخدم حاجة زي ديت وحاجة زي ديت. خلينا نخفي دول دلوقتي. اوكي
طيب واحدة واحدة كده نبدأ نركب الحاجات بتاعتنا. يعني أنا عندي حاجة زي دي هاخدها على الجزء بتاع البطن بتاعي. طبعا أنا شفت فيها الحتة اللي هي الكيرفي ديت فقلت أركبها على مكان البطن. بالشكل ده مثلا انا بالنسبة لي انا مش محتاج الجزء ده حاليا. تمام، وممكن استخدم دي. ممكن اوظفها هنا عادي. طبعا انا بشوف الرؤية المناسبة ليها وبحطها. بالشكل ده مثلا، وطبعا هقلل فيها سنة واعمل لها ماسك وهبدأ اكل في الحتت ديت. الحتت ديت بالنسبة لي عايزها. الجزء ده ممكن يتاكل سنة. ممكن تنزل تحت سنة بسيطة. تمام، أنا كل الجزء ده بالنسبة لي عندي هيبقى يعني هيبقى موجود كده كده في الصدر بتاعي، فهيبقى باين الظل بتاعي عليه. يعني أنا ممكن أزود ده كده شوية، أعمل عليه لير تانية. طبعا هاخد من الدرجة بتاعتي اللي هنا دي وأغمق عليه سنة. ممكن أخد درجة زي دي أغمق عليه برضو، خليه نفس سوفت لايت. ممكن نعمل واحدة تانية برضو نخليها تحت. طبعا باخد مكان الظل والنور بتاعي اللي موجود تحت. تمام، نفس الكلام بالنسبة لهنا. طبعا الجزء ده كله برضه هيغمق بالشكل ده. وممكن أضيف تاني برضه عليها في الأطراف دي بتاعتي. ويعمل بلير علشان ما تبقاش باينة قوي. اوكي، نفس الكلام بالنسبة لهنا. اوكي تمام كده، احنا وصلنا لحتة كويسة. طيب بعد كده ممكن أبدأ أشوف حاجات تانية برضو ممكن استخدمها. تعال نشوف الماتيريالز تانية عندنا. ممكن ناخد حاجة زي كده مثلا. طبعا في ديتيلز كتير قوي لما تتحط بيبقى ليها تأثير، بيبقى ليها شكل حلو. تعالوا نشوف برضو
حاجة زي كده. ممكن نوظفها في حتة زي دي مثلا. خلينا نفتحها شوية، خلينا نخليها أبيض. اوكي، وين نخليها تحتها؟ بالشكل ده مثلا. طبعا نبص كده شكلها عامل ازاي. طيب انا ممكن اجي اضيف واحدة تانية منها. وين نخليها تحتها؟ طبعا انا كل ده انا لسه ببني الصدر بتاعي بتاع الشخص. هنخلي مكان ديت هنا مثلا. ودي ممكن يعني نغير في دي شوية. هنا برضه نغير الحتت الغريبة دي، ممكن نمسحها شوية برضه. طبعا لو في حاجة عايز ارجع لها مفيش اي مشكلة. تعالوا نبعد كده شوية ونشوف تاني عندنا ايه. طيب انا عندي ديت هتبدأ تغمق. يعني هو برضو نمسح لو في اي مشاكل هنا. اوكي، ويخلينا نغمق فيها براحتنا برضو هنا. خليها نورمال دلوقتي. ماشي، ممكن نعمل واحدة تانية برضو عليها بالشكل ده. ونعملها ممكن طبعا نجرب برضو البليندنج مود كده، نقعد نغير لحد ما نوصل لدرجة كويسة. ممكن هارد لايت ونهدي فيها سنة بسيطة. اوكي، وحاجة زي كده برضو ممكن اجي اعمل عليها لاير واضلم ده سنة. واحدة تانية أغمق دول ويديهم بلندنج مود. اوكي، طبعا كل الكلام ده في التشست عندي فلازم يتظبط جدا. طيب عندي برضو الجزء بتاع التشست، طبعا خلينا دول نحطهم مع التشست. نفس الكلام هنا. حاجة زي ديت مثلا برضو هعمل لها inner shadow. تعال نشوف كده بقى عامل ازاي. طيب تمام، طيب حلو كده. ماشي، انا عندي بعد كده في حاجات كتير لسه هتضاف. واحده واحده كده نبدا نضيفها. طبعا انا عندي هنا بدا يبان شويه التشست بتاعي. خلينا
نغير لونه برضو ونشوف ماتيريالز تانية عندنا. طبعا حاجة زي ديت، طبعا انا بستخدم كل واحدة فيهم بطلعها هستخدمها مثلا بخليها في الجزء بتاعي او في المكان اللي انا هستخدمه. طيب عندنا حاجة زي كده مثلا، ممكن اعمل برضو منها كوبي دي خليها من غير لون. خلي الكوبي بتاعها دلوقتي عندنا برضو عشان هستخدمه في الجزء بتاع الدراع. طيب هبدأ أخفي طبعا الحاجات اللي أنا مش محتاجها، حتة زي دي مثلا. اوكي، وممكن اخليها تحت هنا مثلا بالشكل ده، وابدا اشوف ايتمز تانية عندي برضو. طيب عندي حاجة زي دي ممكن استخدمها هنا، طبعا بعملها سكيو علشان تبقى متماشية مع حركة الدراع بتاعتي أو شكل الدراع عامة يعني بالشكل ده مثلا. ممكن تكبر سنة بسيطة. اوكي طيب خلينا نحطها دلوقتي هنا. طبعا اي حاجة بستخدمها بوظفها على طول، بحاول ارميها بحيث ان انا اشتغل فيها على طول اول باول. طيب نفس الكلام بالنسبة لهنا، عندي حاجة زي كده مثلا برضو هوظفها. بالشكل ده مثلا خلينا برضو نحطها فوق. ممكن برضو ألغي الجزء ده كله كده بالنسبة لي. طبعا أنا كده كده الجزء دوت فيه عندي الآلة بتاعتي، فهو مفيش فيه مشكلة خالص يعني إن هو يبقى هو اللي باين. بالشكل ده تمام. تعالوا نبعد كده شوية. طيب أنا دول بالنسبة لي وظفتهم، تعالوا نشوف حاجة تانية برضو. ممكن حاجة زي كده برضو بنشوف احنا بنوظفها فين. ممكن نرجع دلوقتي نخلينا في دي، نشيلها مش محتاجها أو مش هستخدمها دلوقتي. طيب خلينا نشيل الحاجات دي دلوقتي، ما نستخدمش برضه مش دي الحاجات اللي أنا هستخدمها. ماشي طيب أنا ممكن بالنسبة لي أبدأ أشوف مثلا حاجة زي دي ونخليها فوق. طبعا كل حاجة ببنيها واحدة واحدة لحد ما بشوف شكلها مناسب وببدأ أستقر عليها أو لا. برضو خليني ممكن أستخدم حاجة زي كده.
طب انا بقعد املى الاول يعني الخانه بتاعتي بتاعت الحاجات اللي انا استخدمها، وبعد كده ببدا استقر على الحاجات بتاعتي خالص او الفاينل بتاعي عامه. طيب انا ممكن اخد الاجزاء دي، يعني ممكن اخد حاجه زي كده دلوقتي. ممكن أوظف دي مثلا، طبعا الكادر بتاعها لازم يبقى مظبوط معايا علشان يبقى باين ان هو متناسق مع الدراع. يعني انا ممكن اجي مثلا اعمل كده، هو الكادر عامة بالنسبة لي دلوقتي مظبوط، بس هحتاج ان انا اشيل الدرجات السوداء دي، يعني كل ده هشيله مثلا. ويب البراش تول، امسح كل الكلام ده. كده تعال نشوف المعدن دوت عامل ازاي. طبعا انا واحده واحده ببدا اتاش الحاجه ببعضها، اوصل حاجه بحيث ان هي يبقى باين انها رياليستيك وباين انها شغاله معايا. اوكي ممكن برضو اكرر دي تاني. يعني تعال نشوف كده لو خدت منها حتة بسيطة. حاجة زي كده مثلا، وننزلها تحت. امسح طبعا الجزئية اللي انا مش محتاجها، كل ده انا مش محتاجه. تمام طبعا واحدة واحدة بقعد أملى الحاجة كده لحد ما أوصل للشكل بتاعي. طيب تعالوا نخلي دول كلهم من غير لون خالص. ممكن نستخدم حتة زي دي مثلا، برضو نشيل اللون من عليها علشان ما تلخبطش. ويخلينا ممكن نوظفها في حتة زي دي. الشكل ده مثلا ممكن اعملها سكيو شوية. بالشكل ده
طيب خلينا بعد كده يعني نعمل لها ماسك، امسح الاجزاء بتاعتي كلها اللي انا مش محتاجها برضو. كل ده كده كده انا مش محتاجه فهمسحه. تعالوا نشوف كده. ممكن بس نعمل كوماند يو برضو ونغير لونها شوية، نشيل منها سنة الأحمر. ممكن نعملها برضو سنة ليكوفاي علشان أظبط الحاجات بتاعتي اللي هنا. اوكي طبعا همسح برضو الاجزاء اللي زادت مني تاني. طيب ممكن برضو اكل حتة زي دي. طبعا عارف ان هو الموضوع هيطول قوي بس في الاخر النتيجة هتكون كويسة وهيبقى الشكل برضو لطيف، ممكن نشتغل بيه بعد كده نعمل منه حاجات كتير. عايز بس دي تبقى معايا خط. اوكي برضو الجزء دوت محتاج ان هو يبقى مظبوط اكتر من كده. تمام طبعا ممكن اخد كيرف شوية من ديت بحيث ان هي تبقى باينة انها رياليستيك. بالشكل ده تمام. ممكن نخلي ديت هنا نعمل لها جروب. هعمل بعد كده برضو لاير وممكن أبدأ أخد من الدرجة ديت وأغمقها. طبعا كل ده محتاج ان انا اغمقه. بالشكل ده مثلا وبرضو جزء هنا بسيط. يعني احنا دلوقتي لو جينا نداري دي هنلاقي الظل جاي كده اصلا.
كل ده هيغمق معايا. ده كده نفس الظل الحقيقي اللي موجود قدامي. فأنا بالنسبة لي طبعا لما أجي أخففه soft light مثلا وأعمله Gaussian blur. اوكي ممكن اهدي فيه سنة بسيطة، ممكن برضو اعمل واحد تاني لحد ما توصل عندي لدرجة الاسود اللي هنا. شوف كده هنا برضو هيبقى محتاج ان انا اضيف عليها لير خفيفة اسود، والجزء ده اوكي. تعال نشوف كده. طيب هي فيها مشكلة واحدة بس، ان هي مش ابيض. طيب خلينا نعمل لير بيضة عليها. ممكن سوفت لايت، هنشوف كده. ممكن اعمل واحدة تانية كمان بس يعني كده كفاية بالنسبة لي دلوقتي مؤقتا. ممكن بعد كده هبدأ أدي التقسيم بتاعي اللي تحت الإيد. تمام. ممكن أضيف برضو هنا درجات غامقة شوية. كده مثلا اوكي، كده وصلنا لمرحلة كويسة. طيب بعد كده ممكن أبدأ أضيف حاجات تانية. ممكن أجي مثلا أضيف حاجات زي الأسلاك دي مثلا. طيب انا هاخدهم كوبي على طول لان هستخدمهم كذا مرة، ويخليهم هنا. طيب واحدة واحدة كده نبدأ نوظف الأسلاك ديت بطريقة. خليني هنا دلوقتي. نفس الكلام بالنسبة لديت برضو. طبعا بشوف لهم لو المكان مناسب، وبعد كده ببدأ أرصهم بالطريقة اللي تناسبني. ممكن أستخدم حاجة زي ديت برضو. طبعا أنا مش هاخد كل ده دلوقتي. وننزل بدول لتحت خلينا هنا مثلا. طيب تعالوا واحدة واحدة كده نشوف كل واحدة فيهم.
طبعا كل واحدة فيهم بقى هبدأ أعمل لها الشادو بتاعها. بالشكل ده. أي مكان للحاجة بتاعتنا اللي داخلة ديت. اوكي، نفس النظام برضو بالنسبة لهنا. هغمق الجزء اللي فوق. وهحط لها لير غامقة تحت. اوكي، نفس الكلام برضو بالنسبة اللي تحت. ممكن ناخد ديت كوبي. طيب خلينا دي نصغرها شوية كده، ممكن نخليها بس الحجم ده. بالشكل ده. اوكي، طيب انا عندي ديت هعمل لها بس ديكوفايز هنا بسيط. تمام. طيب هبدأ اخد حاجة زي كده. واعمل منها كوبي واخليها فوق. اوكي، هعمل لها دروب شادو. ممكن اخده من هنا مثلا درجة بني كده غامقة. ممكن بالشكل ده مثلا. وممكن اما اجي اعمل حاجة زي كده برضو تاني. ممكن ناخد درجة زي ديت. نخليها تحتها. طيب لازم ديت برضو اعمل لها افصلها خالص create layer علشان اشيل الاسود اللي عندي هنا. تمام. بعد كده طبعا لو عايز اضيف حاجة زي كده تاني مفيش اي مشكلة. ممكن اضيف واحد تاني برضو هنا. برضه نحط لها حاجة كده صغيرة.
اوكي، هنا برضو نفس الكلام، مغمق دي خالص. اوكي، ممكن برضو اضيف واحدة تانية من دي. بالشكل ده. اوكي، طبعا كل ده لسه شغالين في الدراع. ممكن اضيف بس حاجة سريعة كده فيها. طبعا انا بضيف وايرز كتير علشان يبقى الموضوع باين في تداخل اكتر. طيب خلينا نبدأ نشوف items تانية. انا so far يعني وصلت لمرحلة لطيفة. نشوف عندنا ايه تاني. تعالى ممكن نستخدم حاجة زي كده. تعالوا نشوف ده لو خليناه بقى تحت مثلا. Actually ممكن يبقى الناحية دي مثلا كده. نعمل له دروب شادو خفيف و الديستنس بتاعته. مثلا ممكن اشوف ماتيريالز تانية عندي برضو. انا اوريدي وظفت الحاجات دي. هنشوف واحدة تانية من دي برضو لو استخدمناها هنا. بالشكل ده مثلا. تعالوا نشوف ايه تاني عندنا برضو ممكن يتوظف. طيب انا عندي دي ممكن استخدمها تاني في الدراع التاني برضو. ممكن اجي هنا كده مثلا. انا ممكن اخد الجزء ده بس، خلينا نقصه برضو. نفس الكلام بالنسبة لهنا. اوكي، خليني بس لو في اي ايدجز عندي مش مظبطة ممكن نظبط كده في السريع. طيب خلينا ممكن نستخدم دي هنا دلوقتي، خليها فوق. وهخلي لونها برضو الأبيض بتاعي. الشكل ده ممكن اعمل لها كوفاي.
اوكي، ممكن نزود برضو الكوفاي سنة كمان. تمام. بالشكل ده. طيب بشوف ماتيريالز تانية برضو لو عندي، ممكن حاجة ممكن زي ديت مثلا أكررها تاني. بالشكل ده. طبعا برضو ممكن اخد اجزاء من الحاجات دي واضيفها تاني. تمام. برضه ممكن نكرر ده التاني. طبعا لو في حاجة مش عجباني أو كده ممكن أستنى واستخدمها في حتة تانية. تمام. برضو ممكن أكرر تاني. ممكن أنزل دي بقى تحت شوية بالشكل ده. تمام. طيب بعد كده ممكن أنزل تحت بقى شوية أخد حتة تاني من ده، أخد حتة من الدراع بتاعي، بس خلينا نحددها بطريقة أفضل من كده شوية. بالشكل ده مثلا. ونخليها فوق خالص. وهعمل لها دروب شادو. طبعا عشان ما تأثرش على بيت الحاجات خلينا بالشكل ده. ونفكها برضو ونعمل لها نمسح الأجزاء اللي احنا مش محتاجينها من الجزء اللي تحت ده خالص. أنا مش محتاج كل ده. اوكي. طبعا برضو عندي هنا حتة زيادة مش محتاجها. ممكن أضيف برضو ايتمز تانية هنا.